أيضا مشاهدينا مزيد من النقاش والمتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا سعادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير رحب بك معنا في هذه التغطية. يعني في البداية كيف تقرأ أهمية قمة تجمع فيشغراد وانعكاساته يعني سواء على مصر أو دول الشرق الأوسط أو حتى على العالم كأجمع؟ يعني طبعا حضرتك هتتفقي معايا إنه العالم الآن بيشهد يعني إعادة تشكيل النظام الدولي وبشكل متسارع ويمكن يكون حاد ايضا. وبالتالي مصر طبعا عندها رؤيه في هذا الامر معتمده دائما على فكره اقامه علاقات قويه ووثيقه مع مختلف الدول ومختلف التجمعات حتى داخل الاتحاد الاوروبي اللي هو يعني قد يصاب الى حد ما في الفتره القادمه بقدر من الوهن. مصر عندها يعني استراتيجيه خاصه بها في هذا الامر قايمه على فكره توثيق علاقتها بدول الاتحاد بشكل ثنائي وايضا توثيق علاقتها بالتجمعات التي يعني تكون ضمن التكتل الاوسع اللي هو الاتحاد الاوروبي ومنها تكتل او اتحاد فيشغراد. انا اعتقد ان ديت خطوه جيده بتهدف فعلا الى تعميق العلاقه ما بين مصر ودول اساسيه في الاتحاد الاوروبي الان على رأسها طبعا المجر. ولا ننسى ان دوله المجر كانت من الدول المؤيده لتطلعات الشعب المصري بعد 30 يونيو بشكل واضح جدا داخل الاتحاد الاوروبي. وبالتالي يعني لقاء مصر او وجود مصر في هذه القمه امر مهم جدا وطبعا في قدر كبير من الاعتراف بدور مصر الحيوي في منطقه الشرق الاوسط وفي الاقليم بوجه عام. ومن هنا شركة هتكون مفيدة لمصر ومفيدة أيضا لدول الاتحاد الفيشغراد. نعم، من ضمن الملفات أو القضايا التي تم طرحها في هذه القمة هي أزمة كورونا، وكما تعلم سعادة السفير أن مصر من أوائل الدول التي نجحت في تخطي هذه الأزمة والحفاظ على معدلات نمو إيجابية بشكل كبير. السؤال هنا سعادة السفير برأيك كيف مصر نجحت في تخطي هذه الأزمة والحفاظ على حياة المواطن المصري ومن ناحية أخرى الدفع بعجلة الإنتاج الاقتصادي؟ يعني فعلا مصر كان لها تجربة رائدة في هذا الشأن. ومصر في الفترة الأخيرة يعني واجهت تحديات كثيرة كان طبعا أولها تحدي إرهاب العدو الحدود وأتى بعد كده موضوع كورونا أثر طبعا على صدرات العالم بأسره ولكن مصر استطاعت أنها تتماسك وتسير في اتجاه التنمية كما هو مقرر وفي نفس الوقت الوقوف بشكل يعني قوي جدا ضد تفشي هذا الوباء الدولة المصرية بل بالعكس كمان فتحت يعني افاق اكثر للتعاون مع دول افريقيا في هذا المجال وكانت يمكن البوابة الرئيسية للتعامل الافريقي مع هذا الوباء. فأجل مصر لها تجربة فعلا كانت يعني في اعتراف من العالم كله ان هي قامت بدور كبير جدا محاصرة هذا الوباء سواء على مستوى الدولة او حتى في العمل داخل القارة الافريقية ولو انه هيحتاج لسه جهد كبير ولكن مصر دائما في كلمات السيد الرئيس في كل المحافل بتحفز الدول العالم كلها على وقوف جنوب افريقيا في محاصره هذا صحيح. سعادة السفير سيد الرئيس قال اليوم وتحدث أن مصر تسعى بحزم وبإصرار وبعزيمة وبشكل كبير إلى التقدم وتحقيق التنمية المستدامة والأهداف المرجوة والدليل على ذلك يمكن الجهد الكبير الذي بذل على أرض الدولة المصرية وفي شتى أنحاء الحياة في مصر. برأيك كيف تابعت هذه الجملة وكيف تقرأ كل هذه الجهود في مصر وكيف يقرأها المواطن المصري أيضا؟ هي مصر طبعا في الفترة الأخيرة كان لها رؤية متكاملة شاملة هدفها فرض الاستقرار والسلام والتنمية في الأقليم مش داخل مصر فقط ولكن مصر نجحت داخليا في إن هي تستطيع أن تحقق معدلات تنمية عالية والعلم حضرتك يعني التنمية هي أحسن سلاح يواجه الإرهاب ويواجه التطرف. تنمية الدولة وتنمية القدرات البشرية للدولة هي السلاح الذي يعني يعتمد عليه في مواجهة التطرف ومواجهة الجماعات الإرهابية. وبالتالي دي كانت نظرة شاملة من جانب الدولة المصرية
واعتقد انها يعني اتت ثمار جيده، والعالم بينظر اليها ايضا كتجربه متقدمه وكان لها جوانب كثيره مفيده سواء كان داخل مصر او في الاقليم. فانا اعتقد ان مصر عندما تظهر في الحفل التحضيريه وتعرض انجازاتها بتلقى قبول واستحسان وتلقى ايضا اهتمام من جانب كل الدول. وطبعا يمكن حضرتك لاحظت انه كان في اشاره لموضوعات الهجره غير الشرعيه وازاي مصر عملت دور كبير في هذا الموضوع. فاحنا بنسير في طريق صحيح والعالم كله بيستقبل هذا. وفي هذا الصدد يمكن قال السيد الرئيس اننا نتعامل معهم مع لاجئين لانهم كمواطنين عاديين وكضيوف ليسوا كلاجئين. بالظبط، ده في مجال فعلا يعني الضيوف الموجودين في مصر، وذكر سيادته الرقم يعتبر يعني رقم كبير جدا، 6 مليون واحد شخص او فرد، ده في حد ذاته امر مهم. وفي حين ان في دول ثانيه بتستعمل هذا السلاح من اجل ابتزاز الدول الاخرى والتهديد بفتح يعني الحدود وتدفق النازحين واللاجئين الى الدول الاخرى، لكن مصر بتتعامل مع هذا الموضوع باطار انساني اخلاقي ولا تبتز احد استعمال مثل هذا الموضوع. نعم، دائما نتحدث ونقول أن السيد الرئيس في كل المؤتمرات والندوات والاجتماعات يتحدث عن تجارب مصر الناجحة في كل القضايا، مثال يعني قضية الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وحتى برنامج الإصلاح الاقتصادي. السؤال هنا بعد عرض السيد الرئيس لقضية مكافحة الإرهاب، كيف تستفيد الدول من تجربة مصر الناجحة في هذا الملف أو في هذه القضية، وأيضا كيف تستفيد مصر من تجمع هام للغاية مثل فيشغراد؟ يعني مصر من في كانت في مقدمة الدول نظرت لموضوع الإرهاب على أساس شامل وعلى أساس أن هو لا يعني لا يوجد فصيل واحد هو الذي يشكل ظاهرة الإرهاب، ولكن الإرهاب له عدة يعني أشكال ولكن كله بينبع من بوتقة واحدة. وفي نفس الوقت مصر كانت عندها حرص شديد على تكثيف عناصر الإرهاب، يعني معالجة الإرهاب مش بس بطريقة أمنية ولكن أيضا محاولة يعني التأثير على إمكانيات الجماعات الإرهابية عن طريق تكثيف المنابع، وهي طبعا ثلاث حاجات تقريبا معروفين اللي هو السلاح والأفراد وطريقة يعني استعمال السوشيال ميديا وهذه الموضوعات. فبالتالي مصر كانت عندها دائما مقاربات أعتقد أنها ناجحة في معالجة هذه الظاهرة. طبعا ايضا موضوع التعديل الطب الديني وتطويره والاهتمام بالشباب ده كان امر مهم جدا، وقضيه الوعي الذي اولى لها السيد الرئيس اهتمام كبير. بالضبط، السيد الرئيس دائما بينادي بيها. فاذا احنا بنتعامل مع الموضوع مش من ناحيه امنيه فقط ولكن لها ناحيه اجتماعيه اقتصاديه، بناء الانسان وبناء قدراته، التعامل مع الشباب. فهي دي حقيقه النظره الشامله اللي احنا نقدر يعني نعالج بها ظاهره اصبحت في منتهى الخطوره وبتهدد يعني استقرار الدول في مختلف انحاء العالم مش في منطقتنا بس. فاعتقد انه لما نكون في محفل دولي زي قمه فيشغراد اعتقد ان هو فعلا من المناسب ان نطرح مقارباتنا وفي نفس الوقت تجاربنا في التعامل مع هذه الظواهر اصبحت هي السائده الان في العالم. ودليل على ذلك يمكن سعادة السفير يعني كم الأموال التي بذلت في برامج مكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية وبرامج التطوير الاجتماعي والحماية المجتمعية في مصر. تحدثنا عن نقطة هامة وهي مسألة الأمن والاستقرار السياسي والأمني. السؤال هنا سعادة السفير، من وجهة نظرك إلى أي مدى يساهم هذا الاستقرار السياسي والأمني في أي دولة في العالم في تحقيق هذه التنمية المستدامة وتحقيق الإنجازات والتطور؟ يعني حضرتك هتلاحظي انه الاطار الحيوي اللي حوالين مصر، الاستراتيجي الحيوي اللي حوالين مصر، حضرتك هتلاقي ان احنا بنعمل دائما على محاوله وضع حلول سياسيه للقضايا اللي موجوده سواء كانت في ليبيا او في دول الجوار، حتى في منطقه البحر المتوسط زي لبنان وقبرص. كل هذه التحركات المصريه كانت هدفها هي فعلا فكره الاستقرار والسلام والتنميه. الثلاث عناصر دول اعتقد ان هم العناصر الاساسيه في الاستراتيجيه الخارجيه لمصر في المرحله الحاليه، وبتغطي رقعه واسعه حوالين الدوله المصريه، مش داخل مصر فقط ولكن مصر تهتم ايضا بالجوار الاستراتيجي
اللي هي موجوده فيه، وده في حد ذاته يعتبر طبعا نهج استراتيجي مهم جدا، ان انت تفرضي يعني عناصر الاستقرار في الدول المحيطه بك. ده امر مهم جدا في الاستراتيجيه الموجوده في العالم في المرحله الحاليه. نعم، لابد أن نذكر أيضا سعادة السفير عندما تحدث السيد الرئيس اليوم وقال أن الدولة المصرية أطلقت مبادرة حياة كريمة من أجل تحسين أوضاع 60 مليون شخص في الريف المصري في جميع المجالات، كما ذكرنا أن هذه المبادرة حققت نجاح وأصداء كبيرة على المستوى الدولي والإقليمي ليس فقط على المستوى العربي أو حتى الإفريقي. برأيك ما هي أهم العوامل التي أدت إلى نجاح هذه المبادرة بهذا الشكل الكبير؟ أولا أن هي يعني كانت مبادرة يعني أو هدف منتظر من فترة طويلة، وثانية حاجة أنه في ظل الظروف الاقتصادية صعبة وظل الكورونا وظل التحديات العالم بيواجهها اقتصاديا، يمكن مصر بتقدر أنها تكرس إمكانياتها الاقتصادية من أجل يعني تحسين أحوال المواطن المصري. ده بحد ذاته أمر مهم جدا، ويجب أن نضع تحتيه عدة خطوط، لأن هو ده في واقع الأمر يعني مخاطبة بموضوع هام جدا، هو موضوع حقوق الإنسان، حق الإنسان في أنه يعيش حياة كريمة فيها كل السبل المتاحة أمامه، لحياة مش هنقول فيها يعني فزخ ورفاهية، ولكن على الأقل يكون فيها كل متطلبات الحياة اللي يعني تستطيع أنها تقدم له. وفي نفس الوقت موضوع الحياة كريمة أنا أشوف أنه أيضا موضوع أمن قومي، لأنه حضرتك عندما تخطي يعني الفئات اللي هي متضررة من مثلا تواجدها في مناطق مهمشة أو شيء من هذا القبيل، مثل هذه المخاطبة في حد ذاتها بتجعل فكرة نمو وتطرف داخل هذه المجتمعات أمر صعب، وبالتالي حضرتك بتعالجي أيضا مشكلة أمن قومي هامة جدا، وهي فكرة استقطاب بعض الشباب أو الفئات اللي هي يعني بتشعر بأن هي مهمشة في إطار آخر وهو إطار الإرهاب. فكل التحركات المصرية الحقيقة بتاخد دائما شكل في شمول ومعالجة لقضايا مختلفة باستراتيجيات يعني موحدة ومنضبطة تستطيع أنها تتعامل مع مشاكل كثيرة في وقت واحد، ولكن النتيجة في النهاية بتبقى رفاهية الإنسان المصري. كل هذا يمكن يدل أن الدولة المصرية ترسخ وتقدر سياسة حقوق الإنسان. أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك.